العشر سنين الأخيرة كانت مليئة بالألعاب الضخمة والمهمة، من بداية العقد القوية مع Red Dead و Black Ops 1 إلى The Last of Us للجزء الخامس والأخير من Metal Gear واستمرار نجاح سلسلة الجيرز وثبات السوبر ماريو كأحد أهم الشخصيات في عالم الألعاب والكثير غيرها من الألعاب والتجارب الرائعة. وفي هذا الفيديو راح أتكلم عن أهم خمس ألعاب وأكثرها تأثيراً للفترة من 2010 وإلى 2019، والكلام هنا بيكون عن ألعاب أو أجزاء معينة. ولهذا السبب الألعاب اللي تصدر بشكل سنوي مثل كول أوف ديوتي وفيفا ما راح تكون موجودة بالقائمة. جيرالت أوف ريفيا، الشخصية اللي أصبحت واحدة من الأهم في عالم الألعاب في العقد الأخير بسبب النجاح الكبير لذا ويتشر 3 وايلد هانت. صحيح أنه الجزء الثاني صدر في 2011 على الإكس بوكس 360 والحاسب الشخصي، لكن الجزء الثالث هو اللي أعطى جيرالت مكانته في عالم الألعاب وخلى سي دي بروجكت ريد تتحول إلى استوديو عملاق بعد ما قدر الجزء الثالث أنه يبيع 20 مليون نسخة إلى يونيو الماضي، وهو 50% من إجمالي مبيعات الأجزاء الثلاثة مجتمعة. هذا الرقم العالي للمبيعات ما هو سبب تواجد اللعبة بالقائمة. سبب تواجد The Witcher 3 كواحدة من أهم ألعاب العقد الأخير هو إنها قدمت تجربة RPG بطريقة غير مسبوقة. الكثير من الألعاب تحتوي على آلية تفرع القصة بحسب قرارات اللاعب، لكن The Witcher 3 أخذت هذه الميكانيكية لمرحلة مختلفة كليا، مع جعل قرارات اللاعب ذات تأثير كبير وملموس على قصة وعالم اللعبة وشخصياتها وممالكها، الشخصيات اللي تم تجسيدها بأداء صوتي رائع ومقنع. طبعا هذا كله بالإضافة لعالم جميل جدا من الناحية البصرية والسمعية بسبب الألوان الجميلة، الخريطة الرائعة اللي كل ركن فيها يرجوك الاستكشاف، والمصحوبة بمعزوفات موسيقية ملحمية، أو بسبب المهمات الجانبية الرائعة والمرتبطة بالقصة، ومو فقط مهمات تضيع وقت بهدف إطالة عمر اللعبة. أضف على ذلك أنه سي دي بروجكت ريد ما اكتفت بكل هذا، بل قدمت لنا أيضا محتوى إضافي للقصة أفضل وأضخم من ألعاب كاملة، ومن وجهة نظري أفضل محتوى إضافي شريته للعبة. كل إضافة تستحق سعر لعبة كاملة، خصوصا في زمن ازداد فيه جشع بعض الشركات. وللي حابين يعرفوا أكثر عن شركة سي دي بروجكت ريد وقصة بدايتها وكيف قرروا يطوروا ذا ويتشر، شيك على فيديو قصة سي دي بروجكت ريد والرابط في الوصف. صحيح انه ماينكرافت بدأ تطويرها في بداية الألفية وصدرت نسخ أولية قبل 2010، لكن النسخة الكاملة للعبة تم إصدارها في 2011، واللي بالرغم من عدم اعتمادها على الرسومات الواقعية والعالية الجودة مثل بقية الألعاب إلا انها قدرت تتحول لظاهرة اجتماعية بسبب انها قدمت شيء جديد في عالم الألعاب وهو الحرية الكاملة في البناء مع إمكانية تجميع كل الموارد اللازمة من عالم اللعبة باستخدام الأدوات المناسبة وبناء أي شيء يرغب اللاعب في بنائه. بسبب هذه الحرية شفنا العديد من العوالم الخرافية اللي قام بعض اللاعبين ببنائها، وقدرت ماينكرافت انها تحصل على انتباه العديد من الناس اللي عادة ما لهم في العاب الفيديو. الشيء الاخر اللي ميز ماينكرافت انها تناسب اي شخص واي عمر مع امكانية اللعب والبناء المستمر، وبسبب التشجيع على الابتكار والابداع في البناء واستخدام مخيلة اللاعب اصبحت ماينكرافت واحدة من طرق التدريس للاطفال في بعض دول العالم. وكالعادة عند نجاح أي شيء جديد تشوف الكثير من الألعاب تحاول تقلد نفس الطريقة، لكن تبقى ماينكرافت هي اللعبة اللي قدمت لنا الحرية في بناء أي شيء يتخيله اللاعب كميكانيكية أساسية في لعبة. سبتمبر 2011 هو الشهر اللي كثير من اللاعبين حول العالم صاروا يستمتعوا بالهزيمة وزاد فيه معدل شراء أيادي تحكم جديدة مع صدور الجزء الأول من ثلاثية دارك سولز، السلسلة اللي عادت لنا صعوبة ألعاب زمان وأخيرا قدمت لنا لعبة ما تأخذ بيد اللاعب وتوريه إيش لازم يسوي بالضبط وين لازم يروح. صحيح إنه ديمون سولز تعتبر البداية الحقيقية لولادة سلسلة السولز، لكن نجاح السلسلة وانتشارها لشريحة أكثر من الناس بدأ من دارك سولز 1. الشيء اللي خلى اللعبة تنجح هو نفس الشيء اللي خلى بعض اللاعبين يتجنبوها وهو صعوبتها. في دارك سولز يتم رمي اللاعبين في عالم ضخم ومتفرع وبدون تواجد خريطة ومليء بالأعداء اللي ممكن يقتلوك بضربة أو اثنين في كل ركن من أركان هذا العالم،
والشيء الأهم هو الزعماء الفريدين اللي يمنعوك من التقدم في اللعبة لأيام ومحاولات عديدة. حتى القصة يتم سردها عن طريق الأدوات والآثار الموجودة بدلا من المشاهد السينمائية الاعتيادية والمباشرة. النجاح الكبير للجزء الأول خلى فروم سوفتوير تستمر في تقديم هذه الوصفة مع جزئين إضافيين من دارك سولز وبطرق مختلفة مع الألعاب الرائعة بلاد بورن وسيكيرو. أيضا خلى الكثير من الشركات تحاول تستخدم وصفة السولز في ألعابها. البعض نجح إلى حد ما في تقديم شيء جديد والبعض فشل بشكل ذريع، لكن الأكيد أنه ألعاب فروم سوفتوير لها طابعها الخاص اللي مستحيل تلاقيه في أي مكان آخر، والأكيد أنه دارك سولز 1 واللي سبب في ولادة هذه الألعاب الرائعة واحدة من أكثر الألعاب تأثيراً للعقد الأخير. فروم سوفتوير كانت أيضاً واحدة من الشركات اللي تكلمت عنها في القناة واستعرضت قصتها وتحولها من المكاتب للألعاب، والرابط في الوصف. في العشر سنين الأخيرة قدمت لنا روكستار العديد من الألعاب الرائعة، من ريد ديد 1 و 2 لماكس بين والإي نوار، واللي تكلمنا عنهم بالتفصيل في فيديو قصة روكستار. لكن اللعبة اللي نجاحها فاق كل التوقعات واصبحت اللعبة الوحيدة اللي تشتغل على أجهزة الكثير من اللاعبين هي جي تي اي 5. طور القصة الرائع والمختلف عن بقية الأجزاء مع إمكانية اللعب بثلاث شخصيات ومهمات جنونية على طريقة أفلام الأكشن في هوليوود كانت أشياء رائعة، لكن ما كانت السبب الرئيسي في هذا النجاح. طور الأونلاين هو اللي خلى الكثير يستمروا في لعب جي تي اي 5 ولسنين من بعد الإصدار. الحرية التامة للاعبين في التدمير وتفجير المدينة مع أو ضد لاعبين آخرين، بالإضافة لتواجد مهمات وفعاليات منوعة ومختلفة من سباقات السيارات للمعارك النارية، ودعم طور الأونلاين بمحتوى متواصل ومتنوع، خلت عالم الأونلاين في جي تي اي فريد من نوعه. النجاح الهائل للعبة على مدار السنين الماضية خلاها أنجح منتج ترفيهي على الإطلاق، متجاوزة أكبر أفلام هوليوود. عوائد اللعبة في السنين الماضية تجاوزت 6 مليار دولار، وبناء على المختص في سوق الألعاب مات بيسكاتيلا ذكر أنه جي تي اي 5 حققت رقم غير مسبوق في السوق الأمريكي بتواجدها ضمن قائمة الألعاب الأكثر مبيعا في 74 شهر من أصل 75، وهو رقم غير مسبوق لأي لعبة. بالرغم من أني أبداً ماني من لاعبين ألعاب الباتل رويال، لكن من وجهة نظري المتواضعة فورتنايت، وبالرغم من صدورها في السنتين الأخيرة إلى أنها اللعبة الأكثر تأثيراً في العقد الماضي. سوق الألعاب سوق صعب جداً وتنافسي، وأبداً مو من السهل أنه لعبة جديدة في نوع جديد كلياً من الألعاب تحقق أي نجاح، أو حتى في بعض الأحيان أنه يتم ملاحظتها. لكن فورتنايت وبسرعة خيالية تحولت لظاهرة عالمية، لدرجة أننا صرنا نشوف رقصات اللعبة الشهيرة في كل مكان ومن الكبار والصغار، وحتى اللي ماله في الألعاب بكل تأكيد سمع عن فورتنايت أو مرت عليه. صحيح أنه ببجي كانت السباقة في زيادة شعبية الباتل رويال، لكن فورتنايت وللكثير من الأسباب اللي ذكرتها في فيديو ألعاب الباتل رويال هي اللي قدرت فعلا تغزو كل الأجهزة والمنصات، وتركت أثر كبير في عالم الألعاب في العقد الأخير من الصعب جدا أننا نتجاهله. صراحة عانيت واحترت جدا وأنا أرتب هذه القائمة، لأنها كانت 10 سنين مزحومة بألعاب خرافية وإصدارات لا تنسى، ألعاب مثل زيلدا بريث أوف ذا وايلد والعديد من ألعاب ماريو، أو حتى جود أوف وور اللي عادت تقديم نفسها بشكل مختلف وجديد كليا، والكثير غيرها من الألعاب اللي أيضا كانت مهمة في العشر سنين الأخيرة. ولهذا السبب يهمني معرفة رأيكم في القائمة، وهل توافقوني الرأي إنه هذه الألعاب هي الأكثر تأثيرا في العشر سنين الأخيرة، أو تشوفوا أنه في ألعاب أخرى كانت تستحق التواجد. أما بالنسبة للعقد الجديد واللي راح يبدأ بكل قوة، 2020 واحدة من أكثر الأعوام المنتظرة واللي اللاعبين متحمسين عليها بسبب الألعاب والأجهزة الجديدة. أتمنى أنه العقد الأخير كان سعيد عليكم، وبإذن الله يكون العقد القادم أكثر سعادة وخير لكم ولمن تحبون. أما لمشاهدة المزيد من المقاطع المنوعة والمختلفة عن عالم الألعاب، شيكوا على باقي فيديوهات بلاير 1، ودعمكم بالنشر والاشتراك، وشكراً على المشاهدة.